يسأل بالنسبة للتيمم هل لا بد من أن يكون هناك تراب عندما يضرب بيديه نعم تراب أو يضرب على شيء عليه غبار طاهر كأن يضرب على جدار على بلاط فيه غبار أن يضرب على على كيس في فيه غبار أو فراش عليه غبار لا بس على تراب أو على غبار نعم